النظر إلى العورات يحرم المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. كامل العورات يعني هذا في بيت الآن لا يمكن أن آتي وأنظر إلى داخل البيت. ولا يمكن أن أسأل أولا الولد أقول ماذا يصنع والدك في البيت، هل يتشاجر مع أمك أو لا؟ هل لديكم طعام أو لا؟ كذلك لا يمكن أن المسلم يأتي إلى شيء في البيت وينظر إليه، لا، هذا يمنع منه الشرع، لأن الذي ينظر في بيت الآخرين حق لهم أن يفقهوا عينه. نعم. كذلك لا يمكن أن أخذ تليفون الأخ وأفتش فيه ماذا في ماذا ينظر في ماذا يتكلم. نعم.